حفل تأسيسي بالعاصمة نواكشوط لهيئة جديدة تدعى مجلس المرأة الموريتانية العاملة في مجال التعدين والطاقة. المجلس الوليد تقول رئيسته إن الدافع التأسيسي لإنشائه هو ضرورة وجود إطار يجمع كافة العاملات في المجال ويعمل على تكوينهن والتحسين من ظروفهن، لأنه نظراً لضرورة وجود إطار يجمع النساء العاملات في الصناعة الاستخراجية، أتت فكرة إنشاء مجلس المرأة الموريتانية العاملة في قطاع التعدين والطاقة، الذي نسعى من خلاله إلى ضم النساء العاملات في قطاع التعدين والطاقة والترويج لعملهن، تعزيز فرص التنمية للمرأة العاملة في الصناعة الاستخراجية، ضمان ودعم المشاركة الفعالة والمستدامة للمرأة العاملة في صناعة التعدين والطاقة. مسار العمل في مجالات المعادن والطاقة ووصول النساء للمناصب القيادية ليس سهلاً، فهو بحسب المتحدثين يعتمد على التكوين وتغيير النظرة الاجتماعية النمطية. ربما بعض الأعمال ستكون في البداية صعبة للوصول إليها، وربما ليس الهدف هو عمل المرأة في جميع المناصب حتى المناصب الصعبة، ولكن الهدف هو تمكين المرأة من الحصول على فرص تشغيل قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية إذا كانت المرأة لا تجد فيها نصيب. كما واجهت تحديات في المؤسسة والتصرفات بشكل مسؤول، وشيئاً فشيئاً اشتغلت على جوانب من التكنولوجيا الخاصة. وشهدت التظاهرة مداخلات أكدت أن المرأة في السنوات الأخيرة باتت حاضرة في ميادين المعادن والطاقة رغم ما يرتبط به من صعوبة ومشاق، سواء على المستوى الذهني أو البدني، نظراً لما يتطلبه من تركيز عالي من أجل الإنتاجية والسلامة من المخاطر.